تنامي ظاهرة الاغتصاب والتحرش حول العالم أصبح مزعجا لدرجة كبيرة، خاصة في بعض البلدان مثل الهند التي اجتاحتها موجة من اغتصاب الفتيات، والتي شهدت خلال أسبوع واحد اغتصاب 3 فتيات وحرقهن أحياء، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات أدت دورا كبيرا في تشديد عقوبات جرائم الاغتصاب. فأقرت الهند بعدها عقوبة الإعدام لمغتصب الأطفال دون سن 12. ليس فقط الهند، فوعدت الحكومة الإسبانية بمراجعة تصنيفها للاعتداءات الجنسية. حملة ميتو التي أعلنها رجال ونساء قالوا إنهم كانوا ضحية تحرش جنسي واغتصاب من شخصيات معروفة، كان لها دور أيضا في الكشف عن العديد من حالات التحرش والاغتصاب من مشاهير، بعد أن شارك في هذه الحملة الآلاف ممن كشفنا عن حوادث سابقة لهن، فضلا عن تظاهرات ومسيرات في إطار الحملة التي يعني اسمها أنا أيضا. والاغتصاب ليس وليد العقود الأخيرة، إلا أنها ظاهرة عرفها التاريخ، والمرأة دائما كانت الضحية، بداية من الحرب العالمية الأولى مرورا بالنزاعات البينية في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، ووصولا إلى الفاجعة الكبرى مع نهاية الحرب العالمية الثانية. ففي تلك الفترة وقعت أكبر عملية اغتصاب جماعي عرفها التاريخ، حيث إنه خلال 8 أشهر فقط من عام 1945 تعرض ما لا يقل عن 2 مليون امرأة ألمانية للاغتصاب على يد القوات السوفيتية السابقة. فهل يستمر التاريخ في تكرار نفسه أم نرى قوانين جديدة تردع تلك الظاهرة؟